عن التجمع الوطني. تفضلوا سيد الرئيس. شكرا سيد الوزير. هذا الاستثناء اللي تعطاه التعمير كانت التزامات، انا نشوف الظروف اش تعطاو، ما بقاوش كيهموني اليوم، انا كنشوف المستقبل. هاد الناس اللي عطيناهم الاستثناءات كانوا التزموا بانهم غينجزوا واحد العدد ديال المنشات عموميه. هاد المنشات العموميه في واحد العدد ديال المشاريع ما تنجزاتش، والدوله والحكومه عندها مسؤوليه على الصعيد المركزي انها تراقب شكون اللي قابل العمل ديالو، شكون اللي وفى بالالتزامات ديالو، شكون اللي ما وفاش. وهذه من المسائل اللي مطلوبه منكم سيد الوزير. شكرا. شكرا. هل هناك تعقيب اخر؟ اذا